مصدر مرتكبي الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا، وخاصة لحالات الاغتصاب المناطق الذي ارتكبته داعش والمجاميع الإرهابية الأخرى. We must work together with determination to put an end to genocide, hold accountable those who committed these crimes, and achieve justice for the victims, especially in the case of systematic rape by ISIS and other terrorist groups. يجب أن نبقى ملتزمين بإعادة بناء المجتمعات التي تعرضت إلى الاعتداءات، فالناجيات والناجون يستحقون السلام والأمان في مناطقهم الأصلية أو إعادة توطينهم في مناطقهم. We must remain committed to